بقى مية كوسة زينب بقى، تقول لي ترشح ثاني وترشح أصعب مرة هذه. أصعب برشا زاد. كيفاش خرجتها كصرخة هذيك اللي احنا الويكاند كامل وحنا نبارتاجيو فيها تويسك 12 مليون بارتاجيناها؟ خاطر إحساس ما يوصفش. إحساس ما يوصفش. قوتها للادفيرسير معناتها المسار كامل اللي لعبت مع اخي وصلت مع المصريه اللي هي تتسمى محضره ولعبه قبلك لافريك ولعبه قبلك لتورنوا سيتي معناتها حاجه باهي كي لعبت كانت دوره ترشيحيه متبيعه هكا ولا مروه معناتها خير كي خبيناها معناتها نقولوا احنا خبيناها زينب لعبت بطوله افريقيا زينب ملعب معناتها نحكي لك باغابوغ شو اسمها الساره معناتها لعبت اكثر منها ساره حمزه بتبيع سمر حمزه لعبه هي بطلت افريقيا عده مرات وكما شفنا في الفيتير هي معناها فضيت بطوله العالم 2022 وبرونزيت بطوله العالم في الرانكينج الاولانيه في الرانكينج الاولانيه في وزن 76 كيلوغرام الحقيقه زينب كانت اكسيبسيون في الـ في الـ في التورنوا كاليفيكاتيف وكيف كيف في بطوله افريقيا اللي هي كانت تقبل باربع ايام من 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 الدوره الترشيحيه الحقيقه هي كانت عندها ثقه في روحها وهبت تحب تربح انا شنو نقول الاتليت اللي يهبط يحب يربح بون فمش اتليت يحب يهبط يخسر اما فرق بين واحد يحب يربح اللي يمن بروحه لاخر سيكوندا ويقعد لاخر سيكوندا في الكومبا وهو يعارك على الترشح نتاعو ولا على الميداليه نتاعو دونك هذا اللي ريتو في زينب واللي اثبتوا لنا هي احكي لنا زينب هذا احكي لنا معناتها حتى كلي مومون هذوكم لي ديتاي نعرفوك حشامه ميسيل مو ما احنا في حتى في ماكش حشامه اهم حاجه اي اهم والله شو نقول لك بي بارابور بارابور بي بارابور للقبل معناتها الترشح القديم نتاعك اليوم معناتها اكثر ثقه اكثر كوستو اكثر اليوم اكثر زين. ثقه اي واكثر عليك شارج اكثر خاطر ديجا هي ربحتني قبل في الكاليفيكاسيون نتاع 2021 وزيد في بلادها والطرح هذاك لازم تربحوا تربحوا يا ما معناها تمشي ما تمشيش وكا والحمد لله ما خليت لهاش المجال يظهر لي معناتها مرة هذيا تسمى ديسيبسيون كبيرة فيما إن أتوندو معناتها الحمد لله واحد خدم وتعب ولازم لازم